يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بمحطتنا الحواريه الثانيه يلي بدنا نحكي فيها عن موهبه شابه صغيره. هي طالبه عم تدرس هندسه مدنيه ولكن إلى ميول ادبيه. رح نقول صباح الخير ويسعد صباحك للانسه يولا خليل. اهلا وسهلا فيك. النور يسعد صباحك. صباحك. اهلا وسهلا. خير. اهلا وسهلا فيك يولا. يولا بالبدايه خلينا نحكي عن البدايات، يعني امتى يولا بلشت تكتب، بلشت تسمع غيرها انه انا ليك وشوفوا شو كتبت، شو رايكم فيه؟ بلشت اول قصيده بالصف السابع، كتبت قصيده للمعلمه العربي محبه فيها، طبعا هي تفاجات فيها كثير وشجعتني اني كمل. هيك كانت البدايه. حلو. طيب غير محبتك يولا لمعلمه العربي، مثلا اوقات الظروف او مثلا المحيط البيئي، عائلتك، في حدا مثلا مهتم وعنده ميول ادبيه؟ ايه، في عندي امي كمان بتكتب، هي شجعتني على الكتابه بس هيك. طيب وقت كتبتيها يعني اول مره بصف السابع انت قلتي لي، قبل ما كان يعني ما كان في، كنتي مثلا تحضري ندوات شعريه، تقعدي مثلا تسمعي شيء من الشعراء لما يكون في اي ندوه او اي او تحضريهم او حدا من اهلك ياخذك لإلهم؟ لا ما كثير. ما كثير، بس روايات ومطالعه. كنتي تقري روايات؟ إيه. شو اكثر شيء جذبك بالروايات؟ في ذهب مع الريح، كمان الحب في زمن الكوليرا، في كثير روايات جذبتني وشجعتني. هذاك العمر يعني كنت تقريهم انت وصف سابع، انت اصغر؟ ايه. اه حلو، وشجعتك الوالده عليهم؟ ايه. طب ليش معلمه العربي؟ ليش ما معلمه الرياضيات؟ لانه هي بتعطينا انه القصائد هي اللي بتشجعنا. اقصد من سؤالي ممكن تكون هي مساعدتك معلمه العربي كونه يعني الكتابه الشعريه بحاجه الى تنقيح وتشكيل؟ هي شجعتني بمحبتها وبتشجيعها. حلو. يمكن باسلوبها بطريقه اعطائها للماده دائما الاستاذ يعني همام له تاثير كثير كبير على الطلاب. الاستاذ بيحب الماده وبتشجيع عربي وبيبدع فيها بعدين. صح. اكيد. تماما. طيب اليوم انت يولا عم تدرسي هندسه مدنيه، يعني ليه ما كان اختيارك مثلا فروع ادبيه كونك بتحبي وعندك ميول ادبيه؟ درست الهندسه بناء على رغبه اهلي. بس انت عندك اهتمامات ادبيه وكنتي حابه مثلا ممكن تدرسي ادب عربي؟ ايه، بس انه مهنه التعليم ما كثير بحبها لانه هي مهنه انسانيه وحضاريه، بس انه ما بتفيدني انا ككاتبه مثلا اني اطلع على مراكز ثقافيه او يعني هي هيك. هلا هي حلوه اكيد يعني، بس ما بتعطيني انه ما بحس انه عملي ملموس قدامي، اما الهندسه انه بحس انه عملي عم يتجسد قدامي. خصوصي في رايك هندسه مدنيه، يعني هو في بناء بناء واعمار وتشييد، وانت بقصائدك عم تبني كمان قصيده معينه، فشو رايك لقيت لك شيء كونكشن بيناتهم. اول قصيده كتبتيها بتتذكريها؟ ايه اكيد. ها فينا نسمعها؟ فكرة. تفضل. الورده الحمراء التي لمستها يداك وأخذت عطرها من ربيع شفتيك، بكت سوداء تريد خديك، تريد العودة إلى كفيك. الوردة الحمراء التي لمستها يداك استيقظت بيدي تريدك، هربت من بساتين الأرض والهواء واستظلت تحت جفني الغياب. الوردة سقطت تحت الأمطار فتألمت وتأوهت على الغياب، ذاب لونها على الحجر، ذهب عطرها واندثر في أعماق قلب انتشر. فأمسكتها من عنقها ووضعتها في قلب اللهب، في قلب الذي اشتعل. الوردة الحمراء التي لمستها يداك كرهتني نفسي وعمري من حبها إليك، ركدت نحوي أنفاسها تقتلع رمق الحياة، أحبك لكن يا ليتني ما عرفت هذه الحكايات. الوردة ماتت، الوردة ماتت بسببك وشيعتها بدلا عنك وبقيت فقط الذكريات. حلو كتير. طيب احكي لنا اكثر يولا عن المواضيع يلي ممكن انت تكتبي فيها، يعني دائما حسب كل كاتب او كل شاعر له مواضيع مخصصه او ربما بيكتب بكل المواضيع. بحب القصائد الوجدانيه، القصائد اللي بتحكي عن علاقه الانسان بالطبيعه، القصائد الوطنيه العاطفيه كمان. طب يولا يعني انت شاركتي ب
مثلا ممكن تكون ندوات شعرية ل ل ل لأعمار معينة، بتصير أكيد كثير مثل هيك يعني شاركت بالمركز أمسيات الثقافي شعرية. ببانياس. فينا نحكي عن هالمشاركة، كيف تمت، شو القصيدة اللي شاركتي فيها، مين كان موجود؟ كانت بحضور أدباء كبار من بانياس. قصدك على مهرجان منارات؟ لا ما شاركت آه فيه، كنت أخرى. بكالوريا. أوكي. ايه كان موجود أدباء، مين كمان كان موجود؟ أكيد الأصدقاء والأقرباء، مين الشعراء اللي شاركتي معهم؟ رنيم منصور، هاني فرجاني، بظن في واحد نسيت اسمه. أكبر منك؟ ايه كلهم اكبر مني، كنت اصغر كنت وحده. أصغر، أصغر يعني شاعرة كنت موجودة. كيف كان يعني، كيف شفتي يعني، هلا دوما لما أنت بتشاركي بأمسية شعرية والشعراء الموجودين فيها يمكن أكبر منك بالسن، فإلهم تجارب أكثر منك رح اكيد يكونوا. استفدت من أيوة، كيف هالتجارب استفدتي منهم؟ من خلال المواضيع اللي طرحوها، الصور، التشبيهات. حلو. يعني طريقة النقد لإلك قد هو اليوم كتير مهم يولا، يعني دائما التجارب الكبيرة أو القديمة بتكون إلى تأثير كبير على المواهب الشابة الصغيرة. أكيد بتساعدني لأطور من حالي ولأكتب أفضل. شو ممكن أنت تتعرضي لنقد؟ شو النقد يلي ممكن يعني تم توجيهه لقصائدك؟ لأنه أنا ما بكتب على الوزن والقافية، فدائما بلجأ للقصيدة النثرية، تعطيني مساحة أكثر لعبر عن فشو بيقولوا لك أفكاري. إنه لا مثلا تبعي غير أسلوب أو غير نمط؟ إنه بتحبي الشاعر هيك لازم ولا لا؟ يكتب أكثر من نمط، أنا بكتب بس شعر ونثر وقصص قصيرة، الشعر التفعيلي وهالقصص ما ما بحبها. بتحبيهم، ما لك مرق فيهم. لا هلا أنا رح كفي بي 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 بسؤال زينة، بتتضايقي شي من النقد؟ لا أبدا. يعني هلا مثلا بأمسية شعرية ممكن يكون موجودين فيها يعني منهم أصحاب الفن، يعني أصحاب الفن ممكن ينقدك بمجال معين، ممكن ينقدك أي مستمع عادي، بتتضايقي شيء؟ لا اكيد لا، لانه بحس انه في حدا عم يسمعني وانه في حدا رايد انه اني اتطور طب جربتي تكتبي بكتاباتي. شيء على القافية؟ لا لا، أنت حسيتي إنه أنا مجالي بالقصيدة النثرية؟ لا ما جربتي أبداً. طب فينا نسمع شيء من اللي كتبتيه وطن للوطن؟ تفضلي. نامي يا غاليتي على صوت الهمس، فما بصوتي نبرة سلمت من الغصات، وما بعيني دمعة إلا واشتعلت بالحسرات. نامي يا غاليتي على صوت الهمس، فما بيدي وردة إلا وقدمتها قربانا للحب، وما بيدي شمعة إلا وأشعلتها لأنادي بالسل، وما في عيوننا نظرة ما تورطت بالنيران، وما من ماء يبعثنا إلا ماء السماء. نامي يا غاليتي على صوت الهمس، فوجعي كبير على أرض البقاء، لمع بقلبي فكسر ضوء النهار. يا غاليتي أحلامك لم تخلق للعيش، ويداك الدافئتان لم تخلقا لرش الملح على الزي في طاولة خالية، عيناك البعيدتان لم يخلق الكون لهما في سوان عابرة. همساتك قد جاءتني تختصر الكون في عين زابلة تيتمت في أربعينيات الشتاء. نامي يا غاليتي على صوت الهمس، فما بيدي وردة إلا وقدمتها قربانا للحب، وما بيدي شمعة إلا وأشعلتها لأنادي بالسل، وماتت جميع الورود وانطفأت جميع الشموع حتى اقتنعت بالسل. حلو كتير. طيب القصيدة عن الرثاء ودعوة على المحبة والحوار، تنقل المعاناة. طيب يولا، دايما يعني الموهبة بتحتاج لصقل كثير من الثقافة، من المفردات، من خلينا نقول من المواضيع يلي بتسقل هي الموهبة. اليوم قد ايه يولا ممكن تخصص من وقتها لحتى تقرا وتتثقف؟ اكيد بخصص وقت للمطالعة، خاصة بالصيف بالعطل، لانه في بالايام الهندسة الجامعة انه دائما بكون امتحانات وقتك مليان ودراسة. اكثر، كونه يعني فرع علمي كمان بحاجة لدراسة واهتمام. اكيد.
طيب خليني احكي يولا عن يعني اصدقائك بالجامعه ويمكن بايام المدرسه لما كانت يولا تكتب، كنت اللي تكتبي تقري لهم اياه تسمعيهم اياه؟ هي اكيد. كيف كانت تجي ردود الفعل وشو كنت تقري لهم يعني؟ كانوا يشجعوني دائما اني اكمل الكتابه، كنا نلتف هيك يعني حلقات حول بعض يعني شيء رائع. دائما كانوا يشجعوني اني اكمل، كنت اكتب عن وطني. حلو. الوطني. طيب شو مشاريعك المستقبليه يولا؟ شو حابه تصيري يعني غير انه مثلا اوكي انت عم تدرسي اليوم هندسه مدنيه واكيد مستقبلك مهندسه، بس خلينا نقول كميول ادبيه شو حابه لوين بدك توصلي؟ عندي ميول ادبيه وكمان بكتب اغاني. فحابه ان شاء الله في فنانين لبنانيين عم يسمعوا كلمات اغاني، فان شاء الله تتحضر اغنيه. ان شاء الله. طيب بتكتبي اغاني؟ شو نوع الاغاني اللي بتكتبيها؟ بكتب كل الالوان، كمان بلحن. حلو. كنت حب اني ادرس موسيقى بس المعهد الموسيقي بدمشق. اها. طيب ممكن انت تسجلي ضمن دورات معينه يولا يعني؟ ان شاء الله. انه ممكن انا اطور حالي بالفن؟ اكيد. حلو، عندك هيك فكره يعني؟ ايه. رح تلحقيها على الكل؟ طموح كبير كمان. رح تلحقيها على الكل؟ رح تلحقي؟ ايه ايه طبعا. إذا نظمتي وقتك أكيد، لأنه الطموح أكبر من أي شيء. طيب ماش أسألك بس هيك ولو نظرة مستقبلية يولا، يعني أنت حابة تكفي بمجال الشعر وتطوري حالك أكثر وأكثر ليوم من الأيام توصلي للشيء اللي أنت بدك إياه؟ أكيد بمجال الشعر ومجال الموسيقى. حلو. والطموح. تعزفي شيء؟ أنت تدربتي شيء؟ أكيد. على شو بتعزفي؟ بعزف على الأورج. حلو. لما كنت تعامين تعلمت العزف السماعي، وتعلمت من قبل العزف بس إنه صار عندي قدرة على إني أعزف سماعي. حلو. يعني بتعزفي وبتكتبي شعر وبتكتبي اغاني يعني هذا كلياته بتحسيه مترابط ببعضه صح؟ إيه والله يعني انا ما في انا يعني انا لما بعزف وبلحن وبكتب ممكن انا اوصل لمرحله ساعد حالي لاني اوصل يعني فيني اوصل فكرتي باسلوب افضل. فنون متعدده. ما شاء الله عليكي. طيب شو بدك تسمعينا اخر قصيده اليوم جايتيها معك؟ اين الحنين الذي كان بقلبك؟ أين الوعود؟ أين اليمين؟ أين القصائد التي لي كتبتها؟ ما زالت تعبق بالياسمين؟ أين الشموع التي قيدت قربان الحب والحنين؟ كم شربنا وسقينا من كؤوس الهوى حتى ارتوينا، أضحينا سكارى من الأنين. حبيبي عد إلى ملقانا، فها أنا أنتظرك الآن، والسنديان ما زال يبكي فراقنا، ما زال يضحى بالأمل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك يولا وعلى قدومك لهون، وبدي اشكرك جزيل الشكر واتمنى لك كل التوفيق في قادم الايام يعني ان كان بمجال الدراسه وان كان بمجال الشعر والادب. شكرا جزيلا لوجودك معنا. موفقه يا رب. شكرا كثير لك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا.